في بداية رحلتنا وحنا ندور مبتعثين، كانت محطتنا الأولى سلوفاكيا، براتسلافا تحديدا اللي هي العاصمة، وكان مشاري ومحمد موعدين يسولنا جولة سياحية يكشخون علينا بمدينتهم اللي يدرسون فيها. هنا في سلوفاكيا يحبون يسمون الشاي في مسميات الدول. الآن يعني صيفهم، هذا صيفهم 27-28 يعني. طبعاً هذه معالم براتسلافا، إذا جيت في براتسلافا لازم تشوف الأماكن هذه. هذه طبعاً الداون تاون كلها سياح، مثل ما انت شايف هنا تشوف كلها كافيات ومطاعم. أهوي سلام. هاي قصة والله ما يعرفني بس كده سلم علي. هم ناس حبيبين وطيبين، هذا أنا أعرفه ما أعرفه، بس مضطر إنك تسلك له تمشي له الحال مثل هذا يعني. حق المخاد والشغل تطريز على الطاولات، شغل أيام عزلة طبعا. بوزنام قديس أوسكار عربي أوكراني ريلي يقول حنا والناس نجي من السعودية العربية. السعودية العربية ممكن ما يعرفون السعودية يعني، بس يعني عندهم عزهم صراحة يعني متعلمين، يعني في أسوأ الأحوال يقرأ ويكتب ويتكلم أكثر من لغة. هذه الساحة الآن اللي بنشوف خوينا الحبيب اللي كان ينتظر وحدة، وكان ينتظرها أحيانا ويشتغل في المجاري تحت ويطلع فوق يحتريها. طبعا هذا المسرح السلوفاكي الوطني، وهنا يحطون مسرح على فكرة، وأحياناً يحطون سينما في الصيف. لفتة من وزارة الثقافة أعتقد. هذا تعرف عاد سالفته أبو، يقولون له سالفة. هذا كان يفطر على القهاوي، ومعروف في براتسلافا، كان رمز في براتسلافا، اللي يجي براتسلافا من برا براتسلافا من الغرة يعرفون أن الشخص هذا يكون موجود في السنتر يفطر على القهاوي يتقهوى. فلما مات سوى له تمثال. أي حاجة لها رمز تاريخي يحبون يسوون لها تمثال. هذا مثلاً كان رمز من رموز براتسلافا، فيحبون يخلدون عندهم الرموز على شكل تماثيل. هذا شكله غبطان سفينة بس ما عندهم بحر. هذا قاعد يتكلم عن الحرب العالمية، ان جندي رمزي يعني الجندي اخذ ميدالية الشجاعة لما كانت على ايام تشيكوسلوفاكيا قبل لا ينقسمون. براتسلافا وفيينا يسمونها التوين سيتي، التوين كابيتال سيتي، يعني عاصمة توأم، اقرب يعني عاصمتين لبعض. هذه النافورة، نافورة وسط المدينة، يفتح بالصيف يشغلونها وبالشتاء ثلج، يعني يتزحلقون عليها، احيانا يركبون عليها بزارين يتزحلقون عليها. هم طبعا عندهم عادات يوم الاحد خصوصا يطلعون يتمشون مع العائله، مثل هذا يتمشى مع اهله. وبعد الفرفره في شوارع براتسلافا والتمشي حول المطاعم طقنا الجوع، وقلنا فرصه نجرب فيها اكل سلوفاكي. عاد اجتهد ابو صقر الله يجزاه خير ودانا مطعم سلوفاكي تقليدي، واضح انه من نوعية المطاعم اللي اذا جاهم اجنبي ودوه له. المهم اننا دخلنا ندور طاولة وقعدنا نمشي. ونمشي 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 وزاد الجوع وحنا للحين نمشي. لين وصلنا للطاولة، وبدت عندها معاناة أي سعوديين في اختيار الطاولة، اللي يبي طاولة صادة واللي يبي شي حول الدريشة. بس في النهاية جلسنا في أول طاولة وقفنا عندها. كعادة أي تجربة أكل انتهى الموضوع بتخمة. من بكرة
بكرة كان مجهز لنا علي مفاجأة بعيدة عن جو الشوارع والمقاهي وتماثيل مشاري، وكنا متحمسين إلين شفنا ذا الشقرة. تشوفه إن شاء الله بتعجبكم. الله يستر. يوم وصلنا اكتشفنا ان مفاجأة علي من العيار الثقيل. العيار الثقيل مو بتعبير مجازي، لا لا صدق صدق العيار ثقيل. Okay, so you can come here and I will tell you. So who three of you are going to be shooting, right? Yes. You and you. Hello. Yes. Behind. شفت هذه اللي قدام نفس اللي قاعد حطها اللي في لا حطها في النص. طيب الدوائر اللي في النص حطها في نص ذيك. روح اي اي اب اب كابتن. اوه ايوه لابيتها. اوه هذه في القلب. شف ما قلت لك في قلب؟ قلت لك في قلب ولا ما في؟ والله انا بديت اخاف اني صوب زين فيقول عندنا واحد جيد ينفع يكمل يكملنا رابع ما ادري وش فيه. كعادة اي ذكرين يتنافسون لازم كل واحد يحسس الثاني انه هو القوي، بس الكويس ان المبتعثين صاروا يركزون على اهدافهم. بالراس احنا تخصصنا راس تناوي تدخل اعصاب ومخ. هذه انا جايبها ولا لا يا عيال؟ لاني والله صوب هنا قلت اسمع بقلبها عبط كني ما اعرف واتوقع اني جايبها. والله ايش تتوقع حاره تدور حرارتها؟ والله شوف تبيها هنا والله كنت تبيها هنا ابد هي هنا بيض الله وجهك والله ما ردها في خاطرك. بعدكم ما خلصنا وحسوا السلوفاكيين اننا مره مستانسين اعطانا مسدسات نصور بها شوي. تسولف هنغاري الحين كيتشي؟ هي صعبه لغتهم صعبه جدا يعني ما تقدر تتعلمها بسهوله. اللغه البولنديه جدا صعبه. افهم السلوفاكيه. كنت اتوقع الكل يتكلم انجليزي بيكون يعني التواصل سهل. اكبر عائق لجميع الطلبه تقريبا هنا اللغه. كيف وضع اللغه صعبه؟ جدا 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 عائق يعني فظيع، خصوصا ان احنا ما عندنا احتكاك مباشر مع البولنديين بكثره. يعني اللغه الالمانيه صعب. صحيح ان هنا اللغه جدا صعبه من ناحيه قواعد كلمات يمكن ولا طريقة نطق. يمكن أغلبية العرب هنا يعني سهل عندهم النطق، يعني اللغة العربية احنا عندنا أصعب. أول ما جيت كنت ألاقي صعوبة في اللغة، يعني اللغة بالنسبة لي شكلت عائق مرة كبير، حسستني زادت على همي هم. يعني أول ما جيت إنه ما أقدر أتكلم مع الناس، أحس إنه أنا يعني مقيدة، ما أعرف أتفاهم مع الناس، ما أعرف أقول شيء، ما فكانت شوي يعني سببت لي أزمة.
أستحي أن أقول أجيد اللغة البولندية يعني جدا جدا بسيطة يعني فكت الخط على قولة المصارية فك الخط بس دبري I need زالفانا نيبر ليفا أنو فلاشكو اللغة السلوفاكية أصلا ما لها أي تداول حتى في الجيران يعني زي هنغاريا ما يتكلمون اللغة السلوفاكية ألمانيا ما يتكلمون النمسا ما يتكلمون اللغة السلوفاكية هي محيطة نفس البلد هي صعبة هي صعبة عن مثيلاتها من الدول الأجانب الآن باعتبار أن المصادر قليلة إلا أن تكون من النيتف من المتحدثين الأصل ومع ذلك عندهم اختلاف عندهم اختلاف جنوب شمال التشيك يعني غير بعضهم المصادر عندهم لما تسألهم هذه الكلمة كيف أصلها ليش جت كذا يختلفوا في الإجابات بينما اللغة الستاندرد اللغة السوقية الشعبية الآن الحمد لله أنا أقدر أتكلم يعني وأقدر أقول وإيش أبغى كم إلي كم علي بكم هذه المبلغ والحمد لله بس كلغة أتقنها إتقان يعني هي صعبة ولكن مش مستحيلة تتعلمنا لغة ترى ما هي صعبة يعني مثلا ممكن تقضي مثلا فترة لو خصصت يعني زي ما تقول لو مثلا قبل بداية الدراسة 3 شهور أعتقد خلاص ما عندك أي إشكالية أنك تتكلم في البلد بلغتهم والوضع جدا بسيط يعني هل أنت الآن تهايط عشان الكاميرا ولا صادق؟ لا ممكن تختبرني أنت الطالب رقم 600 اللي نقابله إيه؟ وأنت الوحيد اللي قال لغتهم سهلة تويست لا تشكتو يس أستاذني تيجين لا تشكتو تصور فنقاري الحين يعني فوق الأفرج معنا في الجامعة مش مطلوب منا أن احنا نتكلم بس للمستشفى يعني فمطلوب منا كورسات بسيطة بس نتعلمها للمستشفى بس الحمد لله الحين لغتي في تطور كبير يعني لازم تتقنها صح وهي مش صعوبة فيها صعوبة فيها أنها مثلا مش زي الإنجليزي أن عندك فيرب واحد وروح آي قو يو قو وي قو ما أدري شنه لا هذه زي العربي كل فعل له تصريف أو لها ما أدري إيش اللغة كانت يعني في البداية كان أغلب إحنا هنا يعتبر ثاني مدينة أو ثالث مدينة تقريبا في سلوفاكيا مو العاصمة نادر ما تلاقي ناس في البداية كان يتكلموا إنجليزي يعني كنا نتعب يعني كنا لما نروح البنك نبغى نفتح حساب يعني مرة بصعوبة يعني ما صادفني شيء واجد من ناحية اللغة اللهم أنه صعب أن يفهمون وش أبي أنا وأنا ما أدري وش قاعد يقول ياسم بيرفيك رات بريدم أوتس أوسكارابيا احنا مجبورين يعني نحن ناخذ كورسات في اللغة الهنغارية لمدة 3 سنين فشوية ساعدتني صحيح ما أتكلم يعني مرة هنغاري بس أنه على الأقل أفهم لما يتكلمون معاي لما كذا أحس أنه لا أحسن يعني وسيلة التخاطب الأولى ما بين الطبيب أو الطالب مع المريض هي لغة واحدة اللي هي اللغة الهنغارية حقت البلد فبعض الأحيان أغلب الطلاب ما يكون عندهم القابلية أنهم يعملوا مقابلة أو يتكلموا مع المريض عشان يستخرجوا منه المعلومات اللي يبغوها فأغلب الوقت حيكون البراكتس حق الطالب نفسه ما حيكون له فائدة للطالب يا يعني أنه بيقعد ما حيسوي شيء بس يسمع للمدرس انه ايش بيصير في من حاله المريض بعدين اسال الدكتور المشرف عنه ايش حصل بالضبط يعني ايش كان الاسباب المريض عند المريض نفسه والبولنديين ما يتعلمون انجليزي يمكن تلاقي الطلاب الشباب يعني هم اللي يتكلمون انجليزي ومو كويسه لغتهم مره في الانجليزي فإذا مثلا بتروح مجمعة ولا بتروح أي مكان تبغى تتفاهم تبغى تتواصل تبغى تستفسر ممكن تواجه صعوبة أنك ما راح تفهم أي شيء من اللي يقولونه وما راح تأخذ معلومات تفيدك كيف تعلمت ألماني؟ يعني إيش الشيء أفادني أكثر شيء؟ كلنا عارفين إذا رحت درست ألماني بتدرس ألماني إيه؟ بس كيف تمكنت من اللغة؟ كيف صرت لما نسولف في الشارع لغتك ما هي بلغة مدرسة ولا هي بلغة شارع بس لغتك لغة المتمكن اللي فاهم وعايش هنا والله شوف يعني في المدرسة يعني أنا من النوع اللي أقول لك إنه أفضل مدرسة أجنبية ممكن تدرسك اللغة يعني أفضل واحدة بتكون 20% تعطيك 80% يعتمد على الطالب على اجتهادك جميل أنت لا تقول إنه أنا بروح المدرسة وأنا في المدرسة الفلانية فأنا حطلع بلبل لا أنت لو تكون في البيت بس عندك البازس عندك اشياء تتعلم عليها حتطلع ممتاز في البدايه كنا في معهد كان يدرس كان يعطونا كلاسين في الاسبوع مره كان صعب فاهم فاختلطنا في الشعب شويه خرجنا ورحنا ورجعنا تعرفنا على
تشيكين بشكل عام. وبعدين عشت يعني كانت جارتي واحدة تشيكية، عائلة كاملة يعني، بس أنا كنت أعرف يعني الـ 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 الأخ والأخت وكذا، فكان في تواصل يعني، ما كانوا يتكلموا إنجليزي، فكنت لما أبغى حاجة أو لما أقول لهم أرخص صوت أو يعني أبسط الأشياء ما حيفهموني، عرفت؟ ففي الأخير يعني اضطريت إني أتكلم تشيكي يعني غصبا عني. بعدين صارت لي مواقف كثير هنا مع الشرطة وما أتكلم تشيكي راكبك الخطأ راكبك ما أفهم، فغصبا عني تعلمت، دخلت معاهد، دخلت هذا في الجامعة زودونا بيعني كتب واختبارات وفاينلز وأورلز كده وانت ماشي. أنا ركزت عليها من السنة الماضية وكل يوم يعني أتعلم أكثر من 50 كلمة، بينما إن الكلمة الواحدة في اللغة التشيكية لازم أنت تفهمها، أو خلنا نقول إن تقدر تصرفها بخمسة مصادر، إلي وإلك ولهم ولنا كذا، فهي صعبة من هذه المرحلة إن لما تعرف الكلمة كيف تصريفها إلي ولك ولهم ولن وكذا يعني، هذه صعبة. كان عندنا في اليوم الواحد 4 ساعات لغة دون أي بريك، وكنا نذاكر في الماعد، نرجع في البيت نراجع زي كذا، لأنه أنت عارف طالع من السعودية. هذا الكلام في الثانوي. لا هذا في الابتدائي. أيوة يعني تفكير الوالد. لما جيت كنت تدرس سادس ابتدائي. تحكي. أيوة سادس ابتدائي. حلو. فالوالد كان يقول لنا ها يا إنكم تقعدوا يا إنكم ترجعوا، ما عندكم محال. أوكي. فإنه الحمد لله بعد جهود وحرقنا الكتب والمعلمين ساعدونا وزي كذا تعلمنا، كان عندنا بيجنر ليفل اللي هو A1 نقدر نتواصل ونفهم ونهرج مع الناس. طيب فأنت درست سادس ابتدائي، دخلت المدارس العادية الكولج ولا في مدارس؟ لا دخلت البرايفتس اللي هي انترناشونالز اللي هي من جميع أنحاء العالم. انجلش كل الوضع؟ الحمد لله أول مدرسة خشيتها هي كانت IAS International European School، طلاب من جميع أنحاء أوروبا. أولاً أول ما خشينا ما حطونا في الكلاس اللي إحنا مفروض نكون فيه، نزلونا سنة. طبيعي. كان الوضع شوية عارف، خش كلاس ما عارف أتكلم إنجليزي ذاك الشيء، كيف أتواصل مع الطلاب، المدرس يسألني سؤال إيش أجاوبه، فكان عارف وضع توتر وحساسية إنه أنا خايف أقول شيء غلط، خايف أجيب العيد. والفرق هنا بعد الفرق هنا عن دول ثانية يعني زي ما أدري بولندا أو هولندا، إن هنا أنت راح تدرس الجامعة بالألماني. اوكي يعني في بعضهم هناك ياخذ انجليزي، اي يدرس بالانجليزي، فلغته لغته مو شرط يتقنها بشكل كبير. ميتوز اسعودينك فلامي من رمضان فمسلمو ايوه، هو افضل شيء انه ايه تتواصل معهم، حتى ما تتواصل معهم تسمع كلامهم، تيجي تمسك كلمه تقول له ايش معناها، يقول لك ايوه تسأل، يضلك تسأل بالعكس يمسك فيك وعادي، وحتى لما تطلع الشوبينجز وزي كده حاول تتكلم انجليزي، حاول تتكلم بولندي، اختبر البولندي اللي عندك كيف يصحح لك، ايوه تصيح وشو يصححه يعني. دخلت البقاله قلت له سمحت ابغى الكذا الكذا، ايوه يقول لك هذا اسمه كذا هذا اسمه كذا، ايوه هذا هنا في فريندلي، في منهم يقول لك انت بولندي لازم تتكلم بولندي، والله اجباري عليك، ما حتى لو انه هو فاهمك بس ما قلت له بطريقه صح يقول لك ما ابيع لك امشي خلاص، ما ابيع لك ايوه خلاص امشي ساكت. في تتكلم بولندي يا مالك شيء، ايوه في يعني في ناس فريندلي في ناس نون فريندلي يعني في جميع انحاء العالم زي كذا. هل يوم بديت تتكلم الماني هل حسيت ان الوضع تغير، حياتك تغيرت مع الناس؟ امور كثيره والله تسهلت في حياتي بعد ما تمكنت من اللغه، عقود تفكيت منها، فلوسي رجعتها من عقود كنت مسويها، يعني اشياء تفتح عقلي عليها اكثر وكانت مفقوده عندي بسبب نقص اللغه اللي كان عندي. لما تتكلم لغتهم امورك تمشي في كل شيء في اي شيء، لو دخلت يعني مثال بسيط، لو ادخل دحين مطعم واطلب بالانجليزي وادخل نفس المطعم بعدها بكم ساعه واطلب بالتشيكي، شوف الفرق في المعامله. كل بسيل هات سعودي جارك ايش ميج هات مندن هات جارك هات في جاز ايش ميت هات بروجرام هات اجش بوجو اجش كوتش بيسي يا بيرسا، وما ادري اني افهم لغتهم، فكويس اني مسكت نفسي وما ضحكت، كان معي كذا واحد من الشباب، فبعد ما خلصوا كتبوا المخالفه وما ادري ايش لازم تدفع من ذاك، هم قاعدين يتكلم عنه طبعا هو باسلوب يعني لا باس به، فلما خلصوا واخذنا المخالفه جيت زي ما تقول قلت لهم كسر مصيبه بس لك مجرور يعني شكرا وانا اتكلم مجرور، فتشوف البنت اللي كانت تتكلم علي وجهي حمر خضر وتضحك وتطالع في هذاك صاحبها وما بتقول بوش انا يعني انا اسف وما ادري اسف على ايش يعني خلاص قد تكلمتي قلتي وسويت
كنت عند محطة القطار وكنت راجع على البيت، وقف استوقفني واحد كذا وقال لي لو سمحت، قال لي انا ضايع ما ادري ايش، ابغى واحد سرق شنطتي ما ادري، ابغى فلوس. الا قلت خلاص طيب ابشر عندي، نروح المحطة يرجع هو بلده. قلت خلاص كوشيتسا بيرجع لي كوشيتسا، تقريبا تكلفة هذا 600 كرونة حوالي 120 ريال، وعرضوا يعني زيادة عشان لو يبغى اكل ولا شيء. وانا كنت موقف ورا المواقف حقت الباصات والقطارات، في مواقف سيارات كب، هذا قال لي قطار باص يمشي الساعه 3 الحين، بس صار الساعه 3 واول ما مشي الباص واشوف كذا مشي، عرفت انه ايش نصب. طبعا رحت هناك وخشيت فيه كذا، قلت له انت كيف، دقيت على البوليس طبعا، لا على ولا كلمه تشيكي ما في. جاء البوليس كذا، هو رجال لابس كرافته، المهم طبعا الشرطي وقف على طول معاه، وانا سويت للشرطي كذا انه سلمت عليه، طلع فيه كذا على طول، ذاك خش فيه قال له هذا دخل علي وسرق فلوسي وما ادري، في قلب الطاوله كلها علي. حاولت افهمه، قام قال لي الشرطي جاء كده وعد واحد تشيكي اتنصب عليه قبلها، وجاء التشيكي قال لي ترى الشرطي يقول لك انه انت يعني زي غبي نايف، اللي بيسوي الخير في التشيك لا يسوي في الخير، ياخذ فلوس يرجع بلده يعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين والعاملين عليها وكلهم. شب راشم، شب راشم، برو شبانا، برو شبانا، يا يا ني، يا يعني انا، ايوه يا يا ني، اوميام اوميام، بوبوسكو با بوسكو. هنا الان صور، انا هناك ساكن في شو اسمه الطابق في العلية، اي في السطح. جارتنا اسماء، عندهم كلب، متحمس يعرفك الكلب، والله عرفني كان يا اخي. اهوي Čovito o tom niečo o Saudskej Arábii, než nepoznala. Poznala si niekoho z Saudskej Arábii? No, nepoznala som nikoho, ale tak... Teda tarifa hedmenu Saudia gabli, ja nie, môj čutka tma arifa hed. Aha. Ale vy máte 40 dní ako bez vás. My máme, áno, áno. Ale nech na chrba, daj si papučky, Elizabet. تقول لك ما اعتقد انه في اختلاف كبير في العادات. برافتشوفي ميسو، على ياكيج نيم. يقول لك بس انتم ما تاكلون خنزير، وترى حتى انا ما اكل خنزير. على ياكيج نيم كثير. خلاص يا دراهين. تقول لك المفروض اننا ناكل لحم اللوسس اللي هو السلمون اعتقد، بس عشان غالي نسلكها بحاجه ثانيه. It didn't cook for you؟ زي كدسم بارجيل بروتابن يوتشو يكول كدسم نيوتشو بارجيل أباك دمس يا إيش اسمه نيه توشتي على موشبه نابدوتسه خلاص عشمتها الآن وراح كبسة إن شاء الله، يعني أحاول إني أسوي كبسة ولا حاجة وبجيب لها المرة الجاية وبصور على إني ترى جبت لها كبسة. أميك وصوت كذي كامل سلام. 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 أنا سلام. سألتها تعرفين نقول روح مثلاً قلت باي مع السلام. فقالت ما أعرف، فأنا كنت أحاول أغششها أعلمها إن في عندهم أكلة تجي مع الخنزير اسمها سلام. فقالت سلام. And friendly. أهويك. أهوي. أهويك. أهوي. أهوي. فوز رامسا. فوز رامسا. أهوي. باي باي. هذه جارتنا، حتى يعني الطلاب هنا احيانا يضحكون يقولون الاكل السلوفاكي اذا تبي تسوي طبخه سلوفاكيه تقليديه حط معها بطاطا تصير هذا الكلتشر السلوفاكي ماشي، فما تقوى عليهم هذول حتى لو نص عمرهم برضه ما تقوى. لا والله ما شاء الله نشوف هذول كبار يعني ما شاء الله قاعد يمشون والله مترين السنتر هذول اليوم رايحين رادين. احنا طلعنا من عند بيتك من هناك تعبنا. خلاص تعبت وندخل قهوه الحين.
هاي خلاص شفته. هاي 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 How is the weather today? Is okay? Nice weather, father. ناخذ اسبريسو على الماشي ونمشي، يسوون القهوة على كيف على مزاج، يدقون حيلهم بالصبح. عندهم يعني في الثقافة في الكلتشر السلوفاكي في أكلات يعني هم يعتزون فيها، مثلا الهالوشكي مثلا يعني يكون مع بقر، لحم بقر مع مرقة. أنا ودي أسألها بس تقول أنا بضحك الكاميرا وماني قايلة شيء كامل. أنا ميزب تالي أتوم جا أكي ماتتو في سلوينسكو يدلو أكو كل تورني يدلو أكو كل تورني يدلو سبرين زبي هالوشكي أي هالوشكي ياسي موش بوبي دال تقول هذا الأكل اللي أنا قلتكم عنه بسيت يدري ها؟ ياسي موش منيلا أوني هنا تقول لكم الأكل الهالوشكي اللي أنا ذكرتها، فهذا يعني هذه شهادة أن معلوماتي صحيح. هذا الشخص جزء من حياتي اليومية، وانا رايح الدوام سوبر ستيشن للجامعه امر هنا اخذ اسبريسو واطلع الجامعه. No, musím se přiznat, že z Osmanské Arábie to je daleký svět, to je daleko. يقول لك هذه بعيده. To je pro mě až mimo chápaně. Nepoznám nikoho. هذه اخر الدنيا وما يعني. Co si myslí o Bratislavě? يقول لك السؤال الاهم، شنو يعتقد الاجنبي عن سلوفاكيا؟ صراحة ما اعتقدت قبل يعني قد سمعت عن سلوفاكيا، بس ما اعتقدت انهم بهذا الوقت وهذا اللطف. اها بس سلوفاكيا سوفيتيا روسيا. اوكي ما عرفت، بس يوم جيت هنا الناس مبتسمة، الوضع اوكي. هذه تاكو في سلاتكي دورت ايوه انا تاكو من يسوع. قاعد اسالهم عن الحلا اللي عندهم، احيانا يكون عندهم صبيتش واي كولاتش، في عندهم كيكه يسوونها في العيد. في العيد تبغون كيك ترين انت كيك تو ليش على سلاتكي خليبه. سلاتكي خليبه معترض وزعلان معترض، يقول هذه مو كيكه بس احنا ما عندنا، عندهم هذه يسمونها خبزه حلا. ما عندنا، يمكن تميز اذا حطينا معها حلا تصير خبزه حلا. موسي تو تريت الو موسي سابريس فيتشي دوتو. يقول لك في هي حاجه كويسه ان شكلها دام، يقول لك ان حاجه كويسه ان الناس تعرف عن الثقافات الاخرى، لان انت الان اذا ما تعرف عن الثقافه تجهل الثقافه، ممكن تكون عدو للثقافه. بس اعرف المبالغ. متى تشوي رمضان؟ تو سفياتوك؟ يقول لك هذا عيد تاكو بيسكور على بونياك توي. يقول لك انتم مو بحسن مننا، حتى احنا نصوم عندهم 40 يوم ما ياكلون فيه لحم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فندق عظيم عشان هو ماسك الحجوزات، يصير سكننا في اي مكان يبيه. توقع اغلب فنانين التسعينات كانوا ينامون هنا. ايش المزاج يا اخي لو تحجز بالغلط ما يطلع فندق زي ذا. ارتست من كل مكان في العالم على اغلب. انا عارف احجز، انا عارف انترنت، انا عارف عندي انجليزي احسن منك. تخيل تنام على مخده كان ينام عليها فان جوخ ولا بيكاسو. فندق عظيم هذا اللي طلعنا به. طب
تعال تعال شوف صاحب الفندق هو اللي رسم هذه اللوحة، حاطينها في الموقع حقهم. اسمها الرجل بالعينين الجحظتين. وين؟ في صراويل منشورة يا أخي. هذه غرفتنا. تراك. عرفتها من الصورة، أنا حاجزها بالصورة. إيش خبيط يا أخوي؟ تعال تعال. شوف الشرفة العظيمة. سنت بلطيح. إيه تخوف الشرفة. كهرب رسمين فيش بس. ما ادري شلون نام ذا الدب، يعني انا ما عندي مشكله مع المكان، عندي مشكله ان المكان ذا كله الوان، والالوان ذي ما هي برسمات صدقيه، مو بصوره فيل، مو بصوره زرافه. المشكله انك قد طالع ذا الشخبيط تقعد تقول هذا كنه يطلع فيل ويروح عليك الليل كله كذا. صدقنا الفندق الوانه ما تساعد على النوم، في اشياء غريبه كثير. بس اني ماني بقيل لاني ما قدرت انام علشان ما يقدر يمسكها علي، يعني لازم اتعلم قدر الارض قدر الفن.